يلا حبيبي روح على شغلك، لا تتأخر. بالسلامة يا ابني. الله معك. يا جيه، وين فنجان القهوة تبعي؟ ما خلص؟ شو هاد يا خانو؟ حدا بينام لبعد الظهر؟ ايوه، كأنه عم تمشي بنومة. لا ما شو هاد؟ وين أنا يا ربي؟ أنت ببيتك يا عصفورتي، هذا بيت خطيبك. أنا ما طلعت عم بحلم. عمي قلعني من البيت وحرمني من الثروة، وأنا إجيت لعندك ناجي. طبعاً إجيتي لعندي يا روحي، نيالي أنا فيكي. بعد 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 بلا ما يعدكن أنت وياها، عشغلك لشوف. وأنتي بوشك روحي على المطبخ بتساوي لي فنجان قهوة يكون وسط مسادة من إيدك، بعدين بدك تنطفي البيت. عفواً 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 عفواً، عن شو عم تحكي إمّا؟ مدوحتي، أنا بدي روح على الشغل، تأخرت. يلا بخاطركن ماما. أنا رح أقعد هون وانطر القهوة، وإذا ما عجبتني طعمتها بدك تعملي لي إياها 28 مرة. عم تمزحي؟ يا ربي دخيل اسمك، بدي تموتني. أنا موافقة أموت هلأ. وأنا كمان موافقة. خلصتي من المطبخ؟ روقي يا مديحة، مو وقتها طالتي مع للمرة هلأ. خلصت، وهلأ بعد إذنك بدي أشرب فنجان القهوة اللي عملته، صار لي ربع ساعة جوا عم بغلي. منيح اللي عرفتي تعملي قهوة آخر شي. يلا لشوف، مسحي البلور يمكن بتفلحي. الكنة الشاطرة نحن منعرفها من مسح البلور. شو؟ امسح البلور؟ لا مستحيل، أصلاً أنا عندي فوبيا من المرتفعات. لازم المرتفعات يخافوا منك، أنت بتخوفي بلد. قومي حملي الخرقة يلا وبلشي. قومي لشوف يلا. لوين قوم؟ مسح شو؟ خرقت شو هي؟ حلو والله، من كتر طلباتك انتزعوا أظافيري. أنت بدك تقومي تمسحي هالبلور ولا ما بدك تقومي؟ ما رح قوم. معناها بتشوفي، رح خلي ابني ناجي طلقك اليوم. عن جد خوفتيني، عم تهدديني بالطلاق؟ ليش مو لكون مرته؟ ايه لا تخافي، رح جوزك يا اول شي بعدين بيطلقك. ما حذرتي بنوب، بعيد عنك اليوم. منعيش ومنشوف. قدرات خانم، انتي لهلا ما بتعرفيني، من صغري بيقولوا عني اني اشطر وحده بالكذب. بلا ما علق بيناتكم انتي وابنك، ما بتعرفي شو ممكن اعمل. شيليني من راسك بقى وحلي عني. ايه بيورجيني شطارتك بهالموضوع. خلينا نتفرج، ليجي ناجي بتشوفي شو بده يصير. ما بيكون اسمي مديحة إذا ما بخليه قلعي. ورجيني لشوف. اللي بياكل على درسه بينفع نفسه. كل همة تاكل بتضل بسيرة الأكل، المجاعات اللي برا كلها بسببك يا غولة. ما بتشبعي أنتي؟ ما رح نلحق لك أكل. أخيراً رجعت. قديش أنا محظوظ لأرجع من شغلي لاقيكم مجتمعين حوالي. شوفي أمي، خير يا مدوحتي؟ ناجي اسمع هالكلمتين منيح، يا هجاجة يا أنا. عفواً أمي، ليش شو صاير بيناتكم؟ فهموني شوفي. طيب على القليلة كنت تتركوني أكل لقمة. لا تخليني بلش فيك أنت التاني كمان. هلأ قرر، يا أمك يا أنا، لأنه هالبيت ضيق علينا نحن ثلاثة ما بيوسع. هيك لكان؟ عيدي لشوف شو قلتي آخر شيء. لحظة هدي يا أمي، مين بتكوني لحتى تقلعيني من بيتي؟ لأنك لسه ما عرفتيني منيح. أنا بيكون اسمي مديحة وبعمل كل شي بيخطر لك. ناجي أنا برأيي إنه تطالع هالجاجة من هون أحسن ما أقوم هلأ وأذبحها، شكلها حاطة عينها على بيت المرحوم أبوك. يا أمي لو سمحتي روقي شوي، الله يخلي لي إياكي. يلا عادي تركني. بتحبي جيب لك كولونيا؟ تضرب أنت والكولونيا، أنت بدك تكبر عقلك يا ناجي. حدد موقفك يا أنا يا هي. يلا لقيته، أنا لقيته للحل، هلأ بتشوفه.
يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.